رسمياً. الكاف يعلن فوز النهضة البركانية على اتحاد الجزائر بثلاثية نظيفة. حسمت لجنة المسابقات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء مصير مباراة نادي النهضة البركانية ومضيفه اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف النهائي كأس الكاف التي تم تعليقها بسبب مصادرة الجمارك الجزائرية أقمصة الفريق البرتقالي بداعي أنها تحمل خريطة المملكة المغربية كاملة. وأصدر الكاف قراره الذي توصلت هيسبورت بنسخة منه يؤكد من خلاله خسارة الفريق الجزائري المباراة بنتيجة 3-0 بعد رفضه خوض المباراة مع نهضة بركان بالأقمصة الرسمية لممثل كرة القدم المغربية في هذه المسابقة. وأوضح القرار نفسه أن القضية ستتم إحالتها على اللجنة التأديبية لفرض عقوبات على الفريق الجزائري، معتبرة أن نادي اتحاد العاصمة الجزائري رفض مواجهة نهضة بركان الذي كان حاضراً في الملعب رغم كل المضايقات التي تعرض لها. كما قرر الجهاز الوصي على كرة القدم في القارة السمراء أن مباراة الإياب ستجرى في موعدها في 28 أبريل الجاري بالملعب البلدي في مدينة بركان. اتحاد العاصمة الجزائري يحط الرحال بوجدة. علمت هيسبورت من مصادر مطلعة أن نادي اتحاد العاصمة الجزائري سيحط الرحال بمطار وجدة أنكاد عصر غد الجمعة استعداداً لإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان بعدما قضت الكاف بهزيمته بالقلم في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن اتحاد العاصمة سيصل إلى المغرب غداً في رحلة مباشرة عبر الخطوط المصرية وسيقيم في أحد الفنادق بمدينة السعيدية استعداداً لمباراة العودة أمام نهضة بركان التي ستجرى الأحد المقبل انطلاقاً من الساعة 8. وأكد مصدر رسمي داخل الفريق البركاني في تصريح لهيسبورت أن الـRSB سيلتزم بمبدأ كرم الضيافة امتثالاً لتوصيات ملك البلاد بإكرام وفادة ضيوف المملكة وتماشياً مع أعراف وتقاليد الشعب المغربي المضياف بعيداً عن المعاملة بالمثل بعدما تم احتجاز بعثة الفريق البرتقالي بمطار هواري بومدين لساعات تمت خلالها ممارسة الضغوطات النفسية واللفظية على ممثلي الكرة المغربية قارية. وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أقرت أمس باعتبار نادي اتحاد العاصمة منهزماً بثلاثية نظيفة في مباراة ذهاب نصف النهائي كأس الكاف بعدما تعذر إجراء اللقاء الأحد الماضي بسبب احتجاز السلطات الجزائرية قمصان فريق نهضة بركان لكونها تحمل خريطة المغرب.